على اسف انه اليوم يمكن هزمنا في المقابله، ولكن على الاقل اليوم حسيت على انه رجعت للفريق. صحيح انه ما استفدناش من ثلاثه ديال النقاط اللي تخلينا انا نرجع للواجهه، ولكن على الاقل انه الفريق واللاعبين بذلوا واحد الجهد باش وصلوا يعني للمرمى ديال الفريق الخصم اكثر من مره. مع الاسف يعني ما كانتش الفعاليه الهجوميه حاضره. تنتمنى نعتذر يعني من الجماهير ديالنا الوفيه اللي دائما كانت كتساند اول حاجه المدرب ديال فريق الوداد في الشخص ديالي، وكتساند اللاعبين، وان شاء الله تنتمنى انها تبقى دائما وفيه للفريق ديالها، لانه الفريق الوداد لا يسوى يعني شيء بدون يعني الدعم ديال المحبين ديالو. تنتمنى اننا ان شاء الله نرجعوا للواجهه وانا نفرحوا الجماهير ديالنا.